الناس كانوا مخدمينا، كنخدموا في الاجلاءات فاش كانت كورونا، فاش كانت ايبولا، فاش كان كل شيء. حنا درنا الاجلاءات ديال ايبولا، كنمشيو ما حامين لا راسنا لا والو، ما كانت حتى شي حاجه قليله ديال الحمايه، ما كانت كيعيطوا لنا اجو ديروا هاد الاجلاءات. كانوا لي فاكونس سكولير، ما عندناش حنا دي فاكونس سكولير. الاعياد الوطنيه ما كنعيدوش مع ديورنا. مضيف طيران ماشي هو سرباي في طياره، مضيف طيران كيطلع كيحضي، انت حاضي الركاب المسافرين كيحضي السلامه ديالهم الامن ديالهم، وحاضي الطائره هو المهمه ديالو هي ينقل هاد الركاب من نقطه الف لنقطه باء في جميع مضامين السلامه. هاد الناس كيشوفونا على اساس اننا حنا ما درنا والو لهاد الشركه، ما بغاوش يفتحوا معنا باب الحوار. يقول لك اجي خذ 60000 درهم، انا كنت خدام معاهم من 2013 ل 2021، يعطيني 60000 درهم راه ما مبلغ ما والو. لحد الان نكون عندي 3 سنين تقريبا 4 سنين ديال الاقدميه. حنا تفاجئنا بالفصل ديالنا من شركه اتاسميتي سيرفيس اللي تابعه الخطوط الملكي المغربيه اللي خدامين عندهم. المتطلبات ديالنا الحاليه هو الرجوع، لاننا اون سي انغاجي في دي كريدي. حنا خلينا العائلات ديالنا اللي الاغلبيه ديال الناس اللي كاينين هنايا جايين من مدن خارج الدار البيضاء. المطالب ديالنا هما الرجوع، لاننا هذا هو العمل هو اللي مناش كنسترزقوا منه، وهو اللي كنا ناويين نديروا فيه اون كارير، وهذا هو الهدف ديالنا. حنا كنرفضوا هذوك المبالغ الهزيله اللي تبروبوزات علينا. حتى في الاول اون نوزا بروبوزي دي ديبار فولونتير، من بعد بدي صام اللي كيسون ديجا مينابل، وقالوا لنا بين كوم كوا غادي يحق نقصوا لنا 25%. اون سو روتروف دابايا بدي مونطون ناقص تقريبا 65% من المونطون اللي تبروبوز علينا في الديبار. انا كنوجه نداء عاجل لصاحب جلاله الملك محمد السادس انه يدير لنا شي حل، انه ينصفنا، حيت هاد الناس تعسفوا علينا بزاف. كانت لا ديسكريميناسيون من النهار الاول، كانت اون غون ديسكريميناسيون النهار الاول فاش داروا لي بروبوزي. حنا اون انتيسيبي لي شوز، اون بروبوزي في الاول لي ديليغي ديالنا، بروبوزينا عليهم اننا حنايا واخا اون تي با توشي، اون تي با كونسيرني في الاول. حنا كنا كما قلت لك، حنا كنا في الصفوف الاماميه ديال الواجهه وكنا خدامين، واخا هكاك حنا كنا كنفكروا لبلادنا، واخا حنا كلنا اغلبيتنا نو سون دي كا سوسيو، وبامس الحاجه لدوك الفلوس، واخا هكاك تبروبوزينا، فضلنا المصلحه العامه على المصلحه الشخصيه، وبروبوزينا انه يكون اون ريدكسيون في لي سالير ديالنا. كنا مستعدين اننا نخدموا بوندون اون غون دوغي ديال ان اون فوار ميم دو زون بان بتي سالير دو باز، غير باش نبقاو في الخدمه ديالنا. حتى حنا عندنا وليدات، عندنا دي فامي، عندنا بزاف ديال الحوايج. انا ما بغيتش نقول الظروف الشخصيه ديالي ولا الظروف ديال لي كوليك ديالي، انا ما كنطلبش، انا ما بغيت حتى شي حاجه، انا بغيت غير ما يتعداوش عليا، بغيت غير الخدمه ديالي، ما كنطلب حتى شي حاجه اخرى. وما كانش المساواة، كاين واحد التمييز كبير. الناس اللي عندهم 14 عام 12 عام في هذه الشركة ضحاو بحياتهم، الناس اللي كبروا في لاج، الناس اللي عندهم مسؤوليات وفي الاخر لاحوهم للزنقة، الوغ كو دو تخوا بيغسون يلاه دخلوا عندهم 6 شهور عندهم عام داروا لهم، كاينين اكشوالمون باقيين خدامين، وكاينين دو تخوا بيغسون اللي داروا لهم دو تخوا بروبوزيسيون ديال كونجي سون سولد، ديال شحال من بروبوزيسيون داروا لهم اللي حنا ما داروهاش لينا.